السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم معنا الحلقة الثانية من تجميعات الورقي. يقول لك يا شاور سؤال، مصنع به 50 عامل ويصنعون 1500 متر من القماش شهريا، إذا زاد عدد العمال 10، زاد عدد العمال 10 يعني صار عدد العمال الكل كم؟ 60، فكم سينتجون من القماش شهريا؟ أول حاجة، طالما أنه عدد العمال زاد، هل راح يزيد الإنتاج ولا يقل؟ لا، 100% راح يزيد، مستحيل يبقى زي ما هو، فأستبعد جيم، مستحيل يقل فأستبعد دال، يبقى معي ألف وباء. طيب الحين كيف نحلها؟ نحلها التناسب. التناسب هنا إذا زاد عدد العمال راح يزيد الإنتاج ولا يقل؟ راح يزيد، فالتناسب يعتبر تناسب طردي. نقول 50 على 1500 يساوي 60 عدد العمال بعد الزيادة، وسين الإنتاج بعد الزيادة مجهول. هنا في التناسب زي كذا دائما أسهل طريقة وأسرع طريقة الحل بالتدرج المنتظم. هل في تدرج منتظم من 50 لـ 1500؟ إيش العدد اللي أضربه 50 يعطيني 1500؟ هو كم؟ 30، لأن الصفرين بينزلون 5 × 3 = 15، وهنا نفس الكلام أضرب في نفس العدد اللي هو 30، فالسين تساوي الصفرين ينزلون 3 × 6 كم فيها؟ 18، مباشرة أقدر أختاره الخيار ألف. طيب تحرك عقرب الدقائق 25 دقيقة، فكم الزاوية التي يصنعها؟ حلو، هنا عندي قاعدة إنه 25 دقيقة، وكل دقيقة في الساعة تمثل كم؟ تمثل 6 درجات. فأضرب 6 × 5 فيها 30، 0 × 3 6 × 2 12 × 3 150، يكون عندي الجواب الصح، الجواب ألف. فست درجات هي كل دقيقة من دقائق الساعة، وثلاثين درجة هي كل ساعة. وعشان نعرفها دائما نقسم عدد درجات الدائرة اللي هي 360 على عدد دقائق. عدد دقائق 60، نطير الصفر مع الصفر، وستة وثلاثين تقسيم 6 فيها 6 درجات. طيب إذا كان نون عدد زوجي، فأي مما يأتي يكون فرديا، يعني نون هذه عدد زوجي والناتج لازم يكون إيش؟ فردي. هنا نقدر نحلها أول حاجة بالقواعد. هنا عارفين إنه ما ينتج عندي عدد فردي بالضرب إلا لو أضرب فردي الفردي، ما ينتج عندنا فردي بالجمع أو بالطرح إلا يوم أجمع فردي أو أطرحه من زوجي. ممتاز. فنجي هنا عندي إذا كانت من نون زوجي، فهذه عدد زوجي ضرب عدد زوجي بيعطينا زوجي، وتربيع يعني راح يصير يبقى زوجي زائد 3، فصار زائد زوجي مع فردي، فيصير هذا هو الخيار الوحيد الصحيح عندنا. هنا زوجي زائد زوجي مستحيل، زوجي ضرب زوجي زوجي تربيع راح يبقى زوجي زائد راح يبقى زوجي، 2 في الزوجي زوجي زائد 2 راح يبقى زوجي. ونقدر نحلها بطريقة إيش؟ طريقة الافتراض. دائما نفترض أي عدد، نفترض إنه نون تساوي مثلا 2، وعوض بدال كل نون 2، وهذه الطريقة هي اللي نفضلها. هنا نضرب 2 تربيع ضرب 2، أول حاجة نتخلص من التربيع تصير 4 ضرب 2 تصير 8، وأزود عليها كم؟ 3، 8 زائد 3 كم فيها؟ فيها 11 فردي، فيكون الجواب الصح 100% ألف. طيب السؤال اللي بعده قال لي سين زائد 18 يساوي كم؟ 57. أوجد سين تربيع زائد 8 يساوي 57، أوجد سين تربيع ناقص 8. حلو، الحين عندي هو معطيني سين تربيع زائد 8، فلو أطرح من الطرفين سين تربيع زائد 8 أنقص منها كم؟ 16، وما ينفع أنقص من جهة واحدة، لازم أنقص من كم؟ 57 ناقص 16، صح؟ هنا بتصير إيش؟ موجب 8 وناقص 16، نحط إشارة الأكبر، إشارة الأكبر سالب، والفرق بينهم كم؟ 8. 57 ناقص 16 كم فيها؟ فيها 41، يصير هو الجواب مباشرة ألف. طيب المثال اللي بعده قال لي قسم مبلغ 9000 ريال على 3 أشخاص، فإذا كان نصيب الأول، خلنا نكتب هنا الأول، الثاني، الثالث. إذا كان نصيب الأول 3 أمثال الثاني، فلو الثاني أخذ ريال الأول بيأخذ كم؟ 3 ريال، ونصيب الثاني ضعف الثالث، الثاني يأخذ ضعف الثالث، فلو الثالث أخذ ريال الثاني بيأخذ ريالين. ممتاز، هنا مباشرة أنا أقدر أحدد مين أكثر واحد بيأخذ فيهم. أكثر واحد بيأخذ فيهم هو الأول، فما عندي ولا خيار، أكثر واحد الأول للخيار ألف مباشرة أقدر أختاره. لكن لو نبغى نحلها يعني الحل العدد الصحيح، أشوف إيش العدد اللي تكرر هنا عندي، الشخص الثاني هو اللي تكرر مرتين، فلازم أوحد الاثنين والواحد. أقدر أوحد الواحد أسهل لي إني أضربه في كم؟ في 2 يصير موحد، بس ما ينفع أضرب الواحد في 2 بس، لازم أضرب المعادلة هذه كاملة كلها في 2، في 2 ضرب الواحد تعطينا 2، و2 ضرب 3 تعطينا كم؟ 6، فتصير المعادلة النهائية لهم 6 للأول 2 للثاني
واحد للثالث اللي هي الخيار ألف أيضا. طيب إذا كانت الساعة 12:30 دقيقة، فما الزاوية الصغرى بين عقرب الساعات وعقرب الدقائق؟ هذه نقدر نحلها بالقانون اللي أخذناه، إنه عقرب الساعات، هنا نقول عقرب الساعات قيمته كم راح تكون؟ إذا 12 أخذنا أنها حالة شاذة، نعوض بدالها بصفر مضروبة في 30، صفر ضرب 30 ما منها أي فائدة، نطرحها من عقرب الدقائق. عقرب الدقائق هنا على أي دقيقة؟ الدقيقة 30، ف30 مضروبة في 11 على 2، أبسط الاثنين مع 30 كم بيبقى؟ 15، 15 ضرب 11 فيها 165، يكون الجواب الصح عندي ألف. طيب في الأعداد الصحيحة، أعداد صحيحة يعني ما في لا فواصل ولا كسور، من 1 إلى 19، قارن بين عدد الأعداد الفردية وعدد الأعداد الزوجية. طيب أنا عارف إن من 1 إلى 10 كم عندي؟ عندي 5 فردي و5 زوجي، صح؟ طيب ممتاز. من 1 إلى 20 عندي 10 فردي و10 زوجي، هنا من 1 إلى كم؟ 19، فننقص الزوجي كم؟ نقص الزوجي 1، الفردي بيكون 10 والزوجي راح يكون 9 فقط، فبتكون عدد الأعداد الفردية أكبر من عدد الأعداد الزوجية، فنختار مباشرة الخيار ألف. طيب هنا هذا سؤال، قال لي 12 ناقص 8 على 2 كم ناتجها؟ عندنا على ترتيب العمليات الحسابية، أول عملية أبدأ فيها هي اللي بين الأقواس، بس هنا ما عندي بين أقواس، بعدين أبدأ بالأسس والجذور ولا عندي، هنا عندي إيش؟ وبعدها الضرب والقسمة، هنا عندي ضرب وقسمة وطرح، فالأولوية تكون للقسمة والضرب، فثمانية تقسيم 2 كم فيها؟ فيها 4، 12 ناقص 4 كم فيها؟ فيها 8، يكون الجواب الصح عندي دال. طيب 4 أصدقاء في طابور، فكم طريقة فبكم طريقة ممكن أن يصطفوا؟ طيب هذه الأسئلة نأخذها من مبدأ العد، هنا كم عندي مرحلة اختيار؟ عندي مرحلة اختيار الشخص اللي في أول موقع، والشخص الموقع الثاني، والموقع الثالث، والموقع الرابع، أضرب كل خيار في كل مرحلة في بعض، فهنا في المرحلة الأولى كان يمديني أختار من الأربعة كلهم، صح؟ أي واحد يمديه صف هنا، فأضرب 4 ضرب. المرحلة الثانية كم يمديني أختار؟ 1، في 1 خلاص صف، فخلاص كم بيبقالي؟ بيبقالي من 4 3، وفي المرحلة اللي بعدها 2، والمرحلة الأخيرة راح يبقى 1، يعني مكانه خلاص الثلاثة قد أخذوا مكانهم، فهو بس بيبقى لآخر مكان. فأربعة ضرب الثلاثة فيها 12، 12 ضرب 2 فيها كم؟ فيها 24، يكون الجواب الصح عندي ده. ناتج ما يلي هو، هنا عندي 7 ناقص، زي نفس الكلام الأول، نرجع للعمليات الحسابية وترتيبها. أول حاجة أضرب بين الأقواس، هنا عندي ضرب عدد عشري في عدد عشري، إذا عندي عددين عشرية وأضربهم في بعض أضربهم طبيعي، 1 ضرب 1 كم فيها؟ فيها 1، لكن أجي أحسب كم عندي هنا عدد يمين الفاصلة، عندي عدد، وهنا كم عندي عدد؟ عندي عدد آخر 1 و1، فيصير المجموع اللي يمين الفاصلة هو عددان، فنضيف هنا العدد الأول بعدين نضيف 0 وفاصلة، فصارت عندي 7 ناقص 1 من 100. عشان نطرحها من بعض لازم نطرح الأعداد العشرية من بعض، نقول 7 فاصلة 0، وهنا 0 فاصلة، نرتب الفاصل فوق بعض ونطرح، أطرح 0 من 1 ما يمديني، بستلف آخر شيء من 6، هذه بتصير 9 وهذه بتصير 10، 10 ناقص 1 9، والتسعة ناقص 0 تنزل زي ما هي 6 6.99 من 100، يكون الجواب الصح عندي مباشرة باء. طيب خزان سعته 32 وفتح عليه صنبورين، الأول يملى 2.8 والثاني يملى 5.2، الحين الصنبور الأول والصنبور الثاني قاعدين يشتغلون مع بعض، صح؟ كلهم قاعدين يحاولون يملون الخزان، فكم سيستغرق من وقت لملء الخزان؟ فأفضل شيء إني إيش؟ أجمعهم أول حاجة في البداية مع بعض، 2 زائد 8، 2.8 زائد 5.2 كم فيها؟ فيها 8، 8 أقسمها على سعة الخزان، لأنه هم قاعدين يحاولون يملون الخزان، فهم بيملون 8، ما حط لي الوحدة هنا، فنقول مثلا أنه سعته 32 متر مكعب، هم يملون كم؟ يملون 8 متر مكعب كل ساعة، فنقسم 32 على 8، 32 تقسيم 8 فيها كم؟ فيها 4 ساعات، فيكون الجواب الصح عندي جيم. طيب إذا كان هناك موظف ينجز عمله بيومين بمعدل 7 ساعات ونصف يوميا، الرجال يشتغل 7 ساعات ونصف يوميا ويخلص شغله اللي يحتاج يومين، فإذا أراد إنجاز نفس العمل في 3 أيام، فكم ساعة يعمل في اليوم؟ طب هو أصلاً كم مدة عمله؟ مدة عمله 7 ساعات ونص، 7
ونص ضرب 2 كم فيها؟ فيها 15 ساعة. هذا 15 ساعة إذا نبغى نقسمها على 3 أيام نقسم على كم؟ نقسم على 3. 15 تقسيم 3 يعطينا كم؟ يعطينا 5، فيصير الجواب الصح عندي ف. محمد أكبر من سعد 20 عام. ممتاز، هذا محمد يساوي سعد زائد 20 عام. فإذا كان عمر سعد الآن 20 عام، فكم عمر محمد بعد 20 عام؟ حلو، إذا عمر سعد الآن 20 عام، فعمر محمد الآن كم؟ 40 عام. فكم عمر محمد بعد 20 عام؟ نزود على 40، 20 يعطينا محمد عمره كم؟ 60. عمر أحمد أكبر من عمر خالد. حلو، هذه المسائل بسيطة جدا. هنا لو رمزنا لأحمد بألف وقلنا إن مين؟ إن أحمد أكبر من خالد، هذا أحمد، وهنا مين؟ وهنا خالد بعده، وعمر خالد أكبر من عمر علي، وخالد أكبر من علي، فعلي أصغر منهم كلهم، وعمر محمد أصغر من عمر علي، وهنا آخر واحد محمد أصغر واحد فيهم. قارن بين القيمة الأولى عمر محمد اللي هو أصغر واحد وعمر أحمد، مستحيل محمد أصغر واحد، فبتكون القيمة الثانية أكبر. حلو، الحين انتهينا من القسم الكمي وداخلين على اللفظي. أول سؤال عندنا في التناظر اللفظي علم وسارية، وش العلاقة بين العلم والسارية؟ السارية هي العمود اللي يوضع فيه قطعة القماش أو العلم، فالعلم يوضع على السارية، تكون هذه الجملة اللي تحاول توضح لنا العلاقة. كثير يغلطون يشوفون علم وراية خلاص يقول هذول حول بعض فأختارها، لا غلط، لازم أقوى شيء هو العلاقة بين الكلمتين هذول، مو موقعهم ولا هو صفاتهم. صح أنه هذه كلها تتكلم عن الأعلام والشعارات، لكن العلاقة بين العلم والسارية أنه العلم يوضع على السارية، زي ما الطعام يوضع على المائدة، فالكون الخيار الأصح ب. نرجع للصفات والخصائص إذا تشابهت العلاقات، لكن طالما أنه هنا عندي العلاقة الشيء الأول موضوع على الشيء الثاني وهنا ما هي موجودة عندي، فمباشر اختار العلاقة، العلاقة هي أقوى شيء. طيب، طائر وسرب، إيش الجملة؟ نقول مثلا أنه الطائر يسير في سرب، أو الطائر ضمن سرب، قاعدة ضمن جلس، نار ضمن ضوء، لا، جندي ضمن سرية أو يسير ضمن السرية، فيكون الخيار الصح أو العلاقة المشابهة لها هي الطائر في السرب والجندي في السرية. طيب، الخطأ السياقي، لأن يقال لك عيب عليك ما فعلت أعظم بكثير من أن يقال لك حرام عليك ما فعلت. وش الأعظم؟ العيب اللي هو يعتمد على العادات والمجتمع، ولا الحرام اللي هو مبني على تحريمه الديني؟ لا طبعا الحرام أعظم بكثير، فلأن يقال لك عيب عليك أهون بكثير من أن يقال لك حرام عليك، فتكون مو أعظم تكون أهون. طيب، هنا عندي تمارين المفرد الشاذة، القاهرة، المنامة، الدوحة، القاهرة مرتين، أتوقع هذه ما رح يعني تكون هنا مثلا الرياض، فبتكون القاهرة والمنامة والدوحة والرياض، نختار إيش؟ كلها عواصم خليجية إلا القاهرة عاصمة أفريقية، فأختار الخيار ألف يكون هو المفرد الشاذة. طيب، المفرد الشاذة أخرى، الدمام والرياض وجدة وينبول. طيب، هنا كلها من مدن المملكة، لكن إيش نقدر نختار؟ كلها الدمام مدينة ساحلية وجدة ساحلية وينبوع ساحلية، إلا الرياض ما تعتبر مدينة ساحلية، فأقدر أختارها. معلم وفصل، هنا العلاقة أن المعلم مكانه الفصل والجهل مكانه العلم، لا هذه تضاد. الفلاح مكانه المزرعة، ممتاز. المبنى مكان المهندس، المهندس مكانه المبنى ممكن. الوزير مكانه المكتب برضو ممكن، لكن هذه تكون أقوى علاقة لأنه هنا أصلا معكوسة ومعكوسة، فما أقدر أختار إلا الخيار ب. طيب، مراهقة ونضج، بعد مرحلة المراهقة يصل الشاب أو الفتاة إلى مرحلة النضج، فهنا هل بعد الجذر الحبور؟ هي كلها تعتبر من مشاعر السعادة. الموت بعده حياة، يعني تعتبر حياة بعدها موت أفضل. الخير والشر عكس بعض ما هي تتابع. الأحد بعده 2، فالخيار ذال هو الخيار الأوضح وهو الخيار الأصح. طيب، صحن وطعام، إيش العلاقة بين الصحن والطعام؟ الطعام يوضع في الصحن زي ما العصير يوضع في الكأس، يكون خيار ألف شوي سمك فول وعدس برتقال وفاكهة، كلها ما فيها هذه العلاقة. قلم وكتابة، القلم يستخدم
للكتابة أو وظيفة القلم الكتابة علم ووطن ما بينهم علاقة. الرئة تستخدم للتنفس أو وظيفتها التنفس. الحطب والمنشار أبدا. الدبوس والسبورة إنه الحطب المنشار يقطع الحطب والدبوس والسبورة، كلها علاقات بعيدة مو نفس العلاقة، إلا الخيار باء هو أقوى علاقة وهي الواضحة. الإفراط في جدية القلب يسبب. الإفراط هي التشدد في جدية القلب يسبب. فالإفراط شيء سلبي مو شيء إيجابي، إنك تفرط في جدية القلب. الجدية ممكن تكون شيء إيجابي وشيء صالح، لكن إنك تفرط في الجدية وتبالغ فيها هذا 100% راح يكون شيء سلبي، والشيء السلبي يسبب شيء سلبي. مستحيل يكون أنت قاعد إذا ذكرت تنجح وإذا تكاسلت ترسف، فالشيء السلبي يؤدي إلى شيء سلبي آخر. فالإفراط في جدية القلب يسبب شيء سلبي. أنا منتظر شيء سلبي هنا. فالمحبة والاحترام والهيبة كلها أشياء إيجابية، ما في عندي إلا الملل هو الشيء السلبي الوحيد فأقدر أختاره. والإفراط في الهزل يسبب الاحتقار. إذا الشخص طول الوقت مزح وما عنده جدية في حياته، الناس ما راح تحترمه. طيب، مدفع وقذيفة، تناظر لفظي. إيش العلاقة بين المدفع والقذيفة؟ إنه المدفع يطلق القذيفة والرمح والرمي لا القنبلة والتفجير أبدا. السيف بيته الغم، والبندقية تطلق الرصاصة، فتكون هي العلاقة الصحيحة. المفردة الشاذة هنا عندي إيش؟ زاوية وقوس وضلع ومستقيم. طيب، هذه كلها تكون إيش؟ تكون أطوال. القوس هو مثلا بيكون جزء من محيط الدائرة، هذا يعتبر قوس القطاع. والضلع هو ضلع المربع، والمستقيم مستقيم عادي، فكلها تعتبر لها طول أو تقاس بالمتر أو تقاس بوحدة الطول سنتيمتر أو كيلومتر. إلا الزاوية تقاس بالإيش؟ الزوايا تقاس بالدرجة، فهذا تعتبر شيء مختلف عنهم، فتكون هي الشاذة الوحيدة. طيب، الحين انهينا الاختبار اللفظي، وهذه القطع اللي وردت في اختبار يوم الأحد: التصحر والزجاج والأسد والثعلب، الملح الصخري والدولة العباسية والأموية، والبكتيريا والسحب والبرق والتمركز والسلوكيات. الله يوفقكم يا رب، ونشوفكم على خير.